طلعت من سوريا على الأردن، بسوريا عند اللي صار الضرب والقصف صواريخ، ما لقيت حدا يطلعني من بيتي. مرتي شالتني الشيل، نزلتني من البيت على الشارع، نمت ليلة بالشارع، ما في مكان أروح أنام فيه. بعدها طلعت على الشام، من الشام جيت على درعا. بدرعا ناس قال احنا منطالعك على الأردن. قلنا اوكي. طلعنا اخذونا المغرب سيارات زي سيارات الغنم، حطونا فيهم، كبوني بالشار بطريق صحراء، انا ومرتي ومعي عيالي بالصحراء. قلنا لهم وين انا اللي بده يشيلني؟ قال بدهم شي نص ساعه بيجوا. حطوني بالصحراء لثلاثه ونص الصبح بالصحراء، ما في ضو، ما في، انا ومرتي واولادي قاعد بثلاثة ونص، حتى اجت قافلة تانية هم اللي بيطالعوا الناس على الأردن، يعني من قفل الحدود سامع بيطالعوا اللاجئين. حتى اجى واحد فلسطيني، ما هو من الجيش الحر ولا هم كذا، فلسطيني اجى هو الله يجزيه الخير، شالني 7 كيلو متر، ضل شايلني حتى قطعنا وجينا على الأردن. بالأردن قعدت بالزعتري 4 أيام، الوضع بالزعتري سيء كتير، يعني 4 أيام أكل ما أكلت، لأني ما بحسن أفوت حمام. 4 أيام أكل ولا لقمة ماني أكل عشان ما بحسن أفوت حمام. وبعدها طلعت من الزعتري بكفالة في شخص الله يا رب يبارك فيه كفلني طالعني. وبعدها دائرة الهجرة طلبتني لأوراق، اتأهلت لأمريكا وجيت على أمريكا. والحمد لله شو بدي أحكي، يعني الوضع بأمريكا، يعني الله بعت لي ناس أطيب من أهلي، أطيب من أهلي بدون مجاملة، صدقهم بدون مجاملة. إن كان المنظمة، أول إشي حطوني بمنظمة بتيتن، المنظمة اللي حطوني فيها حطوني في بيت كله صراصير، بيت وسيق. قلت لهم أنا زلمة يعني ما بحسن أبرك في البيت. قال نحن بنجبرك في هذا البيت. قلت لهم أنا عفت سوريا، عفت الأردن، بسوريا طلعنا بسبب الحرب، بس الأردن أنا عفت الأردن، جيت أمريكا. أمريكا هي اللي فيها حقوق الإنسان، هي اللي فيها الإنسان له قيمة، له كرامة. أنا عشت بسوريا 31 سنة بحياتي مالي قيمة، ما حدا ما اعترف علي بالنسبة لوضعي الصحي، ما هو معترف علي بسوريا، ولا يعني تبدأ فوت على مكان حكومي بقلعوني، ما بستقبلوني، ما بستقبلوني، قلعوني مول إذا بدي أفوت ما بستقبلوني، يعني ما في مكان أمشي، بدي شيل وبدي إشي. أنا جيت على أمريكا لأن أمريكا هي اللي فيها حقوق الإنسان. قلت له أنا بطلب برنا حقوق الإنسان، بطلب حقوق الإنسان. قال حقوق الإنسان بجبرك في هذا البيت. حقوق الإنسان بيجبرني بهذا البيت؟ قال إيه. قلت له بضل بالشارع. قال ضل بالشارع، البوليس بياخذك بحطك بالملجأ. قلت له بأمريكا فيها الكلام اللي أنت عم تحكيه، حطوني بالملجأ. قال إيه بحطك بالملجأ. قلت له رجعوني على صواريخ بشار الأسد، هنيك أرحم صفة. والله بعت لي إنسانة اسمها رانيا، الله يا رب يبيض وجهها بالدنيا والآخرة. هالإنسانة سمعت بقصتي وحكت مع شخص اسمه شيف اللي هو المنظمة اللي بتوليده، ونسقوا وجابوني من تيتن لتوليده. شو بدي أحكي، أنا لساني فعلا بيعجز عن الوصف وعن الشكر اللي قدموا لي. يعني شين ما يعني كيف بدي أحكي، ما بعجز أنه عبشيني وبحطني بياقدني، وهو ممنون وهو مبسوط. يعني أنا كان صحاب اللي صحاب إذا بشيني مرة مرتين، ثالث مرة ما بسلم علي مشان ما يشيني. أنا هون إلي هلا شهرين ونص تقريبا 3 شهور، شوي ما بداروا شين عبشيني وبحطني، وما مخلي يعني محسسني أطيب من أهلي ومن ناسي. والله يا رب يبارك له ويبارك فيه ويبارك في عياله. والأخت رانيا كمان
فضلت علي قد ما إنسانة طيبة وفي عندها إنسانية، كان هي وإن كان شين وإن كان المدام لونا كمان أطيب من شين ما شاء الله. أنا فعلا بتشكرهم كتير كتير كتير. أول شيء نحن الصحافة ما عرفناها غير في أمريكا، لأن نحن ما كان عندنا صحافة بسوريا، ممنوع. ثاني شيء الصحافة هي كل شيء، كل شيء الصحافة هي اللي بتوصل صوت الإنسان للعالم كله، هي اللي بتشرح هموم الناس أكثر من الطبيب، أكثر من المريض نفسه. الصحافة هي اللي بتحسن تشرح مرض الناس، أوضاعهم، الظروف اللي مارة فيهم. نحن الظروف اللي مارين فيها ظروف سيئة كتير، سيئة ما مر فيها تاريخ كله وما حدا عم بسمعنا، واللي عم بسمعونا بسووا ما هن سمعانينا. يعني ممكن عيد الله والصحافة صوتنا يصل للناس والناس تحس. وبتمنى رسالة للسوريين نفسهم أنهم يحبوا بعض، بس كان بالغربة وإن كان بسوريا بتمنى أن يحبوا بعض، لأن اللي صار فينا من أنفسنا الغلط، ما هو من بشار ولا هو من جيش الحرب. بتمنى يحبوا بعض، يوقفوا مع بعض صح، يرقفوا بحال بعض بس. وكل واحد اللهم نفسي، يعني أنا قضيت 4 سنين بالأردن، السوريين معاملتنا مع بعض أسوأ من قبل، جينا لأمريكا أسوأ بكتير. طب شو عفنا نحن؟ ديننا هيك بس بحكي لنا؟ ديننا دين معاملة، ربنا عند اللي نزلنا الدين قلنا نحن، قال دينكم دين معاملة، ما قال صلاة ولا قال صيام ولا قال عبادة، قال دين معاملة. بس بتمنى من السوريين إذا بدهم بلدهم تنصلح يصلحوا أنفسهم، مني وأنا ماشي بس.